في بداية سنوي حصلت على نفسي ونيابة عن أعضاء النواب المجلس البلدي لولاية تيمار وساكنة المدينة لاستقبال والترحيب بالسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة التنمية الأساسية للطاقة والمعادن والبيئة لمجلس النواب الذين يقومون بزيارات تفقدية وولائية لعدة مناطق من المملكة للاطلاع والوقوف عن كثرة الانشغالات وتطلعات الساكنة وإيجاد حلول مناسبة لمشاكلهم. ونتمنى التوفيق للوفد وأن تؤدي هذه الزيارة نتائج مشروطة خاصة في قطاع الغابات الذي يشكل مجالا حيويا في جهة مصر. ومدينة بلاد تيمة تسعد اليوم باستقبالكم. عرفت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة ترجمته المشاريع الكبرى كما جاء في العرض المقدم والتي مست جميع المجالات وهي اليوم تعتبر من بين أهم الحواضر الصاعدة في جهات متوفرة عليها من إمكانيات طبيعية ومادية رغم الإكراهات التي تعترضها خاصة في مجال التوسيع العمراني نظرا لتواجد أراضي مابوية بمحيط المدينة إضافة إلى الأراضي الصقوية مما يستوجب من المصالح المعنية اتخاذ إجراءات كفيلة لتمكين البلدية باستغلال هذه الأملاك الموجودة في مدارها الحضري في عملية التنمية المحلية والمستدامة للتطور الذي تعرفه المدينة وذلك بتقسيط المصادر وجعل هذه الأراضي في خدمة المدينة والسكان. أيها الحضور الكرام، إن الغابة للمنطقة ليست فقط مجالا طبيعيا وتنوعا جغرافيا، بل هي أكبر من ذلك، أنها مصدر من مصادر الدخل والرزق للسكان، وعنصر تنمويا وفضاء لممارسة أنشطة اقتصادية فلاحية ورعوية، ومن ثم أصبح من الواجب توفير الوسائل الكفيلة لدعم هذه الأنشطة وتطويرها حتى تستجيب لحاجيات المواطنين المتزايدة وحل المشاكل المرتبطة باستغلال هذا المجال الحيوي دون إغفال العمل على المحافظة على الغابة وتنميتها ومحاربة الاستغلال المفرط حتى يتكرس دورها البيئي والمجالي إضافة إلى دورها الاقتصادي والاجتماعي. والغابة في جهة سوسمة صدرها تتميز بتنوعها وخاصة بتواجد شجرة الأكال التي تعتبر رمزا لهذه المنطقة وأحد أهم ثرواتها الطبيعية التي تستوجب العمل على المحافظة عليها والاهتمام بها وبمحيطها وتقديم عون السكان المرتبطين بهذه الشجرة ارتباطا وثيقا اقتصاديا واجتماعيا، فهي أحد أسباب الاستقرار والعمل، والدولة تعمل في هذا الاتجاه لحفاظ وتنمية هذه الثروة الوطنية، ونأمل منها المزيد. أيها الحضور الكريم، إذا كانت الغابة مجالا حيويا واقتصاديا بامتياز، فالسكان المستفيدين منها يعيشون إكراهات، وقد يكون الوفد البرلماني المحترم قد اطلع عليها، وهذه الإكراهات منها ما هو مرتبط باستغلال غابوي، ومنها ما هو مرتبط بإجراءات التحديد الذي ترغب الدولة في إنجازه، ومنها ما هو مرتبط بتأييد هذا المجال حتى يصبح أداة من أدوات التنمية المحلية وعنصر من العناصر الداعمة للنمو الاقتصادي والبيئي. ولأجل ذلك لا بد من إشراك جميع المتدخلين في هذا القطاع، مجالس منتخبة وجمعيات ذات الاهتمام بهذا المجال، وكل هيئات الحكومية والمدنية، لجعل الغابة ورشة تنموية وإدماجها في صلب الاهتمام الحكومي والشعبي
حتى تؤدي هذه الأدوار المختلفة بنجاح. وإننا على يقين أنكم استمعتم وستستمعون لهموم هذا القطاع ولتطلعات مرتبطين به، وكونتم فكرة على التحديات التي يعيشها هذه التحديات تقتضي. وهذه التحديات تقتضي مجهود جميع الأطراف للحفاظ على الغابة ودمجها في عملية التنمية المستدامة خدمة للساكنة وللصالح العام. وفق الله الجميع حتى نكون